الحكومة من 16 سنة هم كليتهم نفس الوجوه، كل اللي يصير انه يجيب وزير الصحة يخلي لي وزير عمل، يجيب مؤسسة الشهداء يخلي لي وزير صحة وما ادري شنو، فهم بيناتهم كيكة ويتقاسمون بيها. احنا من طلعنا ما طلعنا على شخص او شخصين او ثلاثة، طلعنا حتى نبدل هذا الحوار مع 16 سنة كله. لا اريد هذا ينتخب لي هذا ولا ما شنو. الحكومة اذا تصير بامر الشعب، الشعب هو اللي يختارها. تغيير وجوه، تغيير هاي المؤسسة الحكومية كليتها اللي حاليا قاعد يستخدمون كل الوسائل حتى يفضون هاي المظاهرات، حتى هم يسوون اللي يريدوه. سووا هجوم السنك قبل فترة، وسووا هاي السالفة مال هذا الشاب اللي يتعلق، اللي هي اصلا همينة فبركة ومسرحية جديدة من مسرحياتهم، حتى يخلقون فتنة. وهواية فتن حاولوا يزرعون، واول ما صارت قالوا الامم المتحدة على اساس راح تنهي هذه الامور وراح تشكل حكومه، قاموا يدزون عبوات صوتيه حتى يخوفون العالم ويرجعون لبيوتهم، والحمد لله ظلوا ثابتين واعدادهم زادت. وبهجوم السنك همينا قالوا على اساس راح ترجع العالم وتخاف، يعني هي اصلا كانت فارغه وانملت الحمد لله والشكر، يعني بنص الليل والعالم تتوافد وجوي والساحه انترست والجسر انترس والمكان يعني منظر ما ينوصف. فاحنا من طالعين هنا ما طالعين نغير وجه واحد او وجهين، طالعين على المالكي وعلى احزاب وعلى عبد المهدي وعلى كل هان. استقالت عبد المهدي شو اسوي بيها؟ استقالت عبد المهدي استقال هو ايش قد حكم؟ هو ما شاء الله ما خلى وزاره ما استقال من عندها، وزارتين خلوه واستقال من عندهن، فمو جديده عليه عاديه. فاللي نريد نسوي انه هاي وقفتنا، ما تكفينا استقاله واحد، لا صنم نوقعهم، هم وعبيدهم. شك واحد يتبع حزب او يتبع فلان او علان او اي شيء، هذول كلهم ينقلعون. تجينا حكومه جديده توفر لنا اللي نريده، شاب بدل ما يطلع برا العراق حتى يحصل فلوس بحصتمات النفط، لا خوه هنا ياخذها راتب احسن من هاي المنحه اللي منطيها وما حد حصلها اصلا، بس مجرد مشروع منحه. فلازم الشاب العراقي الى راتب الى مكانته، هذا ثالث بلد احتياطي بالعالم بالنفط، عنده امكانيه حلوه، ارضه خصبه للزراعه، معامل موجوده، ليش كلها متوقفه؟ ليش كل شيء استيراد من برا؟ فلازم احنا هذا الشيء كليته نشغله. وبالمظاهرات هاي كليتها يعني صار اعمار بدل التخريب، وصفونا بالمخربين. روح ادخل هسه لبنايه المطعم التركي وشوفها شلون صارت. كانت عباره عن يعني عابره مرحله الهيكل، لا فد مره كانت. روح شوف هسه شلون صارت، مكاتب وصبغ، الشوارع كليتها صبغ، النفق يمكن مريت بيه وشفت الرسوم والصبغ اللي بيه، فصار اعمار مو تخريب. فاللي دا يوصفنا بالتخريب هم اللي دا يخربون، بقتلهم وبضربهم وبسفك الدماء وبكل هاي الفتن اللي دا يزرعوها، هم شتتوا الشعب حتى يستغلونه وياخذون اللي يريدوه. بس هسه الشعب كله توحد، فدا يحاولون يزرعون فتنه من جديد ويفتتوا، بس ان شاء الله ما يتفتت. اولا مو بكيفهم، احنا صارنا شقد هنا فوق الشهرين، وقبلها 1/10 شقد احنا، فيجي يجون على الحاضر يشكلون حكومه مو بكيفهم. احنا اقوى سلطه حاليا سلطه الشعب، ما يقدرون يسوون شيء. احنا اول لازم نوافق، شوفوا لنا رئيس في حظ نخليه. Yeah.
السياسيين كلهم مرفوض. شو تقول هم مرفوض؟ مرفوض. كنا متظاهرين، انا هسه بعمر الخمسين، انا مساند اخوتي، هذول هم ابنائي واخوتي، هذول شباب، هذول وراهم مستقبل، هذول وراهم مستقبل طويل، يعني العمر قدامهم بعد، يعني ارحموا بهذا الشعب. ما يصير انتوا تقعدون وتقيمون مؤتمرات وهذا وتجيبون نفس الاشكولات ونفس اللي مشاركين بالعمليه السياسيه وتخلونه، شو يسوي؟ ما خلينا، ما ما يعني ما تغير شيء، ما تغير شيء. افضل شيء ان تعفون الشعب بحاله، ارحلوا احسن لكم، ارحلوا احسن لكم، لان مرفوضين مرفوضين من كل، مو بس رأياني، هاي راي كل العالم، كل هذول كل هذول الوجوه الحلوه والطيبه، هذول الشباب وقادتهم، احنا قادتنا ترى الشهداء، هم شهداء، هم اللي قاموا بالثوره، هم اللي بدوا بيها من مظلوميتهم، من 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 تعبهم، من ارهاقهم، يعني يباوع مستقبل ما عنده اي 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 شيء، يعني هو عايش مو مرحله الصفر، تحت الصفر، الصفر فوق هو جوه. يعني هم كبدايه من اول 2003 لو مخصصين لهم فشنبير مال نفط ومودعين هذه الاموال في احد البنوك ومخصصين للفقراء، للشباب، لهذا، بانينهم في كم مدرسه، بانينهم كم هذا، كان هم عندهم عذر. هسه اصبح تحت الصفر، الحال من 2003 لحد هاي اللحظه كل شيء ماكو، ساكن مع، يعني حتى الرواتب اللي ياخذوها هم يقولون احنا رواتب، عدل امتيازات وعدل هذا، هم حرام ثم حرام ثم حرام. نستنكر البارحة اللي صار بساعة الوثبة، هذا الشيء ما يمثلنا، احنا سلميين طالعين على هدف، على قضية، على مبدأ. ثاني شيء، أي شخص كان بالعملية السياسية ما أعتقد أنه هاي الجماهير راح تقبل به، لا فالح السوداني ولا المالكي ولا غيره ولا غيره ولا غيره. احنا نريد شخص مواصفات، شخص يحمي الوطنية، ما ينتمي الأحزاب، ما ينتمي الدول، ما عنده جنسيتين، شخص يحس معاناتنا، شخص ينزل ويانا للشارع، شخص انه يعدل التعليم. اكيد الجماهيريه، واللي يقول انا ارشح فلان وفلان هذا متوهم، هاي الثوره مستمره. اللي رئيس الوزراء يطلع من هاي الثوار، هواي اكو لقاءات مؤتمرات انه على اساس انه تمثل هذه التظاهرات، فهم متوهمين. نريد مواصفات يحس بهذا الشعب العراقي، كفانا التحزب، كفانا انتماءات، نريد نعيش مهما يكون انتمائه الديني، عذرا على هاي المسميات. نريد شخص انه التعليم، الصحه، النظافه، خدمات، الحقوق، ما نريد انه فلان وفلان وفلان وفلان، لا فالح السوداني ولا اي تفاوض باسم التظاهر، مرفوض رفض مقطع. ارجع انا مش عليك بمقابل العباس يا ابن امي، ارجع انا خنادق عيني. مثل كل المتظاهرين نحب نعرض عن استيائنا واستنكارنا للجريمة اللي حصلت يوم امس، وكل المتظاهرين عبروا من خلال بيانات رسميه عن رفضهم للاعمال الوحشيه، واكيد كل المتظاهرين متمسكين بالسلميه في ساحه التحرير. يعني شيء بسيط وواضح لكل السلطات، المتظاهرين مطلبهم واضح وما يراد لاي نقاش، اي شخص مشترك بالعمليه السياسيه غير مقبول لدى الشارع انه يعيد اشراكه مره اخرى بالعمليه السياسيه واعاده تدويره مره اخرى بالعمليه السياسيه. اثنين، هذه المطالب المتظاهرين واضحه، انه العراق مو قليل به كفاءات، سواء كانوا على المستوى يعني الاساتذه، العلماء، الخبراء،
مو قليلين موجودين هالخبرات بالعراق، فبالتالي ممكن احد من هؤلاء المستقلين من خارج العمليه السياسيه الذين لم يدخلوا العمليه السياسيه على مدى السنوات الماضيه منذ عام 2003 الى الان، وبالتالي ممكن يحظى بمقبوليه لدى المتظاهرين جميعا. هذا هو مطلب المتظاهرين، يعني هاي النقاط 1 2 3 نفذوها، وكل من يروح لهله وكل من ياخذ ملاته. أنا طالب هندسي كيمياء وجامعة تكنولوجية مرحلة ثالث. احنا دخلنا بالاسبوع الثامن بالمظاهرات، الاسبوع الثامن احنا ماكو دوام، تضامنا ويا اخواننا المتظاهرين واحتراما لدم الشهداء واحتراما لعوائلهم. انا حاب قبل ما ادخل بموضوعك حاب رساله صغيره، انه احنا مو مستعدين نضحي بسنه واحده، لا احنا مستعدين نضحي بمستقبل كامل، بس كون الاجيال اللي تيجي ورانا ما تعيش اللي احنا عايشناه. بالنسبه لموضوعك، انا مظاهراتنا صار لها شهرين، نطالب احنا بشخصيه مستقله. اقول له انا اريد لي شخص مستقل ابن اوادم يجيب لي يجيب محمد الشاعر السوداني. رفضنا تام، مو قاطع لا تام، الناس باقيه هنا وكل شيء موجود، الناس ما طلعت جوعانه، هاي اشوف لك بالقاع. ناس طلعت رايده شغله واحده، رايده وطن، يعني هذه من اقول انا رايد وطن خلاص نو كومنت، بعد ماكو تعليق. كلش رافضين لمحمد السوداني، كلش من الاخير. واذا عنده احترام طبعا قبل شوي نزل هو تغريده على تويتر قايل انه انا استقاليت من يعني شنو مثلا يعني انا انت صار لك ايش قد ولا فراضينه كلش ومريده من الاخير، واذا عنده صدق ذره كرامه اصلا يلغي، اذا مرشح نفسه هو خليه يطلع اصلا. كلش راضيه، شخصيه مستقله ما عندها جنسيتين، شخص من عندنا، شخص عربي عربي، خلينا نقولها بالله عربي، شخص عايش اللي احنا عايشناه، مو محمد السوداني. انا نازل هنا متظاهر، ما عندي اي مطالب شخصيه، نازل بس الخاطر هاي الشباب المظلومه. محمد السوداني انا رافضه رفض تام وما اريد ان الاحزاب ليش يبدلون مكاناتهم؟ كان بالعماره هو بيته قصر، حتى يعني الحاكم ما عنده هيش قصر، و16 سنه بالحكم وش سوى بالبرلمان؟ كل شيء ما سوى، بعدين سوى محافظ بالعماره كل شيء ما سوى، هسه يسوون رئيس وزراء علينا؟ انا رافضه ابدا، وكلا كلا للاحزاب، تسقط جميع الاحزاب، يشيلون هذا يخلون هذا، احنا ما نقبل، لازم يطيرون كلهم يطلعون. احنا كترشيح لرئاسه الوزراء اي ممثل ترشح الاحزاب او الحكومه احنا مرفوض، منا يجي من صوت المتظاهرين مستقل ومطالبنا مشروعه والاحكام عفناها فوق جبل احد النقاط، يعني اي مرشح للاحزاب ما نقبل. انا احكي لك كمتظاهر، انا من اهل الكوت، هناك صار ايش قد هنا تقريبا شهر، يعني نازل اخذ حقي، انا طالب بحقي، يعني حقوقنا ماكو، اذا هم طلعوا حرام وجابوا حرام شنو الفائده؟ سووا شنو؟ احنا مو بس على عادل عبد المهدي، من 2003 لحد الان هم يقشمرون بينا، جابوا داعش دخلوه، جابوا الاحزاب، سووا فتنه كذا وهذا، وحتى لا نتكاتف، اليوم احنا توحدنا وعرفنا مطالبنا، ومطالبنا تحددت، اي مرشح للاحزاب او الحكومه ما نقبله، لان هو حرامي، هو حرامي، دخل حرام وجاب حرامي، شنو سوى؟ الأهم
ما الاهم؟ تفضل بعد عمك. هلا اهلا شيخ الشباب. ايش عمي حمار؟ يعني قالت انتم جاد عارفون مو داعش احنا ما نقبل باي احزاب الطب بيناتنا الشعب لان قتلوا ولده يعني اذوا هواي عوائل. على شنو احنا دهمينا نفس الشيء؟ يعني كانما ما سوينا شيء. احنا على شنو دول هسه خطايا الولد الواقفين متحملين حر وبرد وتالي ما تالي يجون نفس الحكومه كانما ما سوينا شيء؟ عليه من ده نطلع لعد؟ احنا كليتهم ذولا ما نريدهم. اذوا بلدنا هم ويا ايران اصلا هم وسوون نفسهم من يطلعون كانما هم ما ضربوا اي مظاهر وهو كله كذب. هم من عندهم وبيهم هم اللي دا يسوون هذا الشيء. على شنو احنا ذولا مثل الورود دا يروحون؟ ليش؟ ليش هاي الام تتعب وتربي وهاي وتسوي تريد مستقبل الولدها ودراسه وهاي تالي ما تالي جوا التراب يروحون؟ احنا كلهم ذولا ما نريدهم. ما نريد من عندهم اي شيء ولا نريدهم اصلا ببلدنا. شو نسوي بيهم؟ على اي شيء احنا خاليهم اصلا؟ هسه انا اتمنى اليوم قبل باكر ان شاء الله يطلعون. علي من ذولا هسه الشهادات دا يروحون لها؟ علي من هذولا؟ منو حيعوضهم ذولا اهاليتهم عنهم؟ اصلا كل شاب ما يتعوض مثل الورده راح. لو هم عندهم ظن هيك شيء تاذوا بيه كان ما سووا هذا الشيء. ولو هم فاسدين عندهم عادي، اهم شيء الفلوس ومراكزهم. مع الاسف احنا هذا العراقي جدا يصير بيه. احنا بلد الخير لعد خطايا سيطلعون ما عندهم فلوس ياكلون بيها؟ على شنو هم باقين؟ بدايه الرحمه للشهداء الشفاء العادل للجرحى لا يزال ندخل بالشهر الثاني واحنا مستمرين بالاحتجاجات السلميه. اما ترشيح اشخاص من قبل الكتل من قبل الاحزاب مرفوض جمله وتفصيل، مرفوض رفضا قاطعا. نعم اليوم احنا خروجنا على الاحزاب، خروجنا على الكتل، خروجنا على الحكومه الفاسده، كيف نرشح منهم انسان؟ نريد انسان مستقل، انسان نزيه، لم يشترك بوزاره ولا برلمان ولا وكيل وزاره ولا مجلس محافظه، انسان نزيه ينتخب من ساحه التظاهرات ثم يسلم الى الكتله الاكبر. نعم مو من الانتخاب يروح من هنا من ساحه التظاهر يسلم الى الكتله الاكبر ويقدم يسلم لرئيس الجمهوريه ويقدم للبرلمان، هذا حسب ما اعرفه. اما مستمرين للاسف. امس الحادثه اللي مرت الشعب العراقي بريء والمتظاهرين خاصه بريء من هذا. للاسف دور القوات الامنيه 1500 مليون و500 عنصر امني موجود. اليوم الدستور العراقي كلف بي فقره حق التظاهر خلاني انا الظاهر، واجب القوات الامنيه ان تحميني. هذا الدستور يقول تحميني. اليوم تجي مجاميع مسلحه للاسف الشديد خمس ساعات ست ساعات تقتل وتمرح وتسرح بدون نادع. اليوم نطالب القضاء يكون عادل مستقل نزيه ان يحاسب كل من اقام واعطى الاوامر بظلم المتظاهرين. سلميين ونبقى سلميين ومستمرين بسلميتنا بعد اربع ايام لانتهاء المهله لتحديد رئيس مجلس الوزراء. انا اعتقد انها مهله صعبه، مهله صعبه. الاحزاب اليوم تحاول بعامل الوقت وعامل التاخير، اربع ايام محصوره، يوم الاثنين التشريع على قانون الانتخابات هي المده اربع ايام لانتهاء المده المكلفه من قبل الدستور من قبل الحكومه مؤقت الحكومه الانتقاليه. اليوم على الموجودين على الكتل السياسيه ان يستجابون للشارع العراقي. نعم صدورنا مفتوحه، رميتونا بالرشاشات، رميتونا بالقناصات، قنابل المسيله الدموع الى متى؟ هذا الشعب يقتل يوميا شهرين ومستمرين. لا تراهنوا على الوقت، لا تراهنوا على الزمن. نتحمل أمطار، نتحمل ما زال بسلميتنا، وأثبتنا لكم وللعرب وللعالم نحن مستمرين بالسلمية. وإن شاء الله نريد رئيس وزراء كفوء مستقل يلبي مطالب المنتفضين المحتجين الموجودين بالساحة. ¡Suscríbete al canal!
قبال ايران، هذا ايراني من ايراني نقيش قاسم سليمان شعدنا يا الشيوخ اضرب على ذولي. والله احنا نقول هذا ما اريده مرفوض، مرفوض، اريد انه وجه واحد مع الدهويه وحده مو هويتين، اريد انه يكون يعني عراقي بسيط يشوف المتظاهرين هاي التعبانه الطاحت اللي تعذبت، هل راح تشهداها كون يدي خاف الله، هو اريده هذا، ما اريد انه جايب هويتين، الهويتين ما اريده هم يجيبونه ويحطونه لجل شنو مصلحه هذا بيعتهم، انا هذا ما اريده. مرفوض، الله وكيلك، انا موش المتظاهرين مقتنعين به ما يصير. احنا موش نقتنع بالبالهم جابوه ما جاي يشوفونا نحكي، يعني هسه ما مفكرين بينا، مفكرين بس ببالهم يريدون يحطونه مقتنعين به احنا. لا عم الا المتظاهرين نريده وهذا الشيء مرفوض وما اريد كل واحد، اذا وجه واحد عراقي هويه وحده عنده ما الله يفكر بهالشعب. وريد اكون من نوصله نريد نحكي وياه نحكي نوصله مو ما نريد ما نوصله الا غير مضاربه بتعطي دفتر الا توصله احنا ما نريدها. شكرا لتغطيتكم لهذه الأحداث ولهذه الثورة الجبارة التي أرادت أن تعبر عن ما بداخل الشعب العراقي المظلوم منذ 16 عام. موضوع الترشيح للسلطة لرئاسة الوزراء والحكومة القادمة التي يأمل العراقيين أن يروا النور من خلالها. هنالك ثلاث شروط رئيسية التي تتبلور بها شخصية رئيس الوزراء أو الحكومة القادمة. أن لا يكون، وأعلن عنها المتظاهرون اعلانا صريحا ومباشرا وكافه اطياف الشعب العراقي، كانت هنالك ثلاث شروط رئيسيه: ان لا يكون ممن ساهم في العمليه السياسيه منذ 2003 الى يومنا هذا، وان لا يكون مرشحا من الاحزاب الحاكمه التي سلبت ونهبت ودمرت ورجعت البلد الى الوراء قرون، هذه ثانيه، وان لا يكون مدعوما سياسيا من كتله او جهه سياسيه، وحتى وان أعلن استقالته أو اعتزاله أو تبرئته من جهة حزبية أو من كتلة سياسية، طالما له يد فاعلة في العملية السياسية التي مضت والتي أوصلت البلاد إلى هذا الحال فهو مرفوض سلفا من كل الشعب العراقي. نريد شخصية سياسية مستقلة لا تنتمي إلى جهة أو حزب سياسي، بالذات ممن اشترك بإدارة السلطة منذ عام 2003 وإلى يومنا. وإن هذه الأسماء التي يتردد صداها هنا وهناك، شخصية فلان وفلان وفلان، كلهم استوزروا وعليهم ملفات فساد كبيرة في النزاهة التي لا تفعل حسب رغبات الكتل الكبرى. نريد شخصية عراقية مستقلة معروفة بوطنيتها ونزاهتها وعدم انتمائها إلى أي تنظيم حزبي أو سياسي أو طرف آخر أو مدعومة من طرف إقليمي أو أممي. نريد شخصية نابعة من صميم ورحم المعاناة العراقية، هذه هي مواصفات الشخصية العراقية. هل يقتنع وهل يرضي الشعب العراقي بعد هذا السيل من الدماء والشهداء وآلاف المعتقلين وآلاف المختطفين والمغيبين وآلاف الجرحى أن تأتي شخصية من صلب السلطة الماضية؟ هذا ضحك على الذقون وضحك على العراقيين وتسفيها للدماء العراقية وظلما للدماء العراقية التي سفكت في كل مكان من عراقنا الثائر. تحية لكل ثائر، والرحمة والجنة أوسعها إلى كل الشهداء العراقيين الذين استشهدوا من أجل حبهم للعراق. أستغرب بمعنى الكلمة الاستغراب أن يقتل إنسان يعلن حبه لوطنه. من القاتل إذن؟ هو عدو ذلك الوطن. وتحية لكم ولكل شريف ثائر من أجل عراق حر أبي شامخ وجديد. أكيد مرفوض 100%. ليش؟ السبب لأنه هذه السلطة لم تعد فقط فاسدة وفاشلة ولصوص وسراق، بل هم أصبحوا اليوم
قتل مجرمين متسترين على مجرمين، واللي دنشوفه اليوم من اعتقالات وخطف وترهيب للمتظاهرين، وهم فقط اليوم ديراهنون على عامل الوقت، وكل هاي الإجراءات اللي ديسووها هم غير مقبولة ومرفوضة نهائيا، لأن هم اليوم يعتبرون سلطة غير شرعية ومرفوضة من الشعب، لكن فقط هم يراهنون على عامل الوقت على أمل أنه هذا الشعب راح يمل أو ينزعج أو يضوج من هذا الشيء، لكن إن شاء الله صبرنا طويل وإن شاء الله إحنا طالعين نغير ونغير وللأخير، والله يوفق المتظاهرين. شهد توأم فتخاطب الوطن وهي تقول: لا تقل لي لا تقل لي التفق محتاجة للبارود، أنا أرمو ولد ما خيب التفقة، أنا أرمو ولد ما خيب التفقة، قبل كانت مدارس كلهم يروحون وهسه بنص نجف بقبورهم رفقة، جبتهم توم من يرحون شاهمتهم، شنه الموت هون هن يدقه، ما شم الورد شنتشم بيهم دوم، هو البستان يحنا مريت تشهقه، يجيب لي الوجع الوجع شنه نجوم، مثل جاية خريف الشبقة بالوردة، طاحوا ولدي بس داموا بعين الناس، شحلاتك من طحت يعقوب بالمكب، صلى على محمد وآل. ترشيح مو شرعي، أول شيء هذه الشهداء والجرحى والناس اللي بعد لحد الآن ما مقتنع لا بترشيحهم ولا بشرعيتهم هم اصلا، لان فاسد يجي فاسد، فش تتوقع من يومهم؟ ترشيحهم كله فاشل وما يعني للشعب اي شيء، الشعب رشح ومعروفين، الكون انسان نزيه ما تابع للاحزاب، عندنا نقاط هوايه مخليها على المطعم التركي، انه الانسان اللي يريد رئيس الوزراء كون انسان اول ما يبدي بالاحزاب وروس الكبار ويقضى على الفساد والمحاصصة ما نريدها، وهذا إلك وهذا إلي هاي تروح، فنريد شخص قوي يقدر يشيل هموم هاي الناس، وهاي الناس البعد هم لو الشعب مقتنع بترشيحهم كان انسحب من البارحة وأول البارحة، فالشعب هم يعني ما أدري شنو من بشر ما جاي يقتنعون إن الشعب هم رافضهم جملة وتفصيلا، هم مرفوضين فكيف يجيبوا لي فاسد؟ ما إحنا رافضينه بتاتا، لأن هم سلسلة مراجع من نور المالكي لحيدر العبادي، نفسيتهم الأحزاب شيء يشيلون شيء ويخلونه، طبعا هم مو بديهم، هي إن شاء الله مو من عندهم، من إن شاء الله إيران، أحزاب إيران جاي تدمرنا دمار، والثاني إن شاء الله إحنا عادل عبد المهدي من طلعنا عليه، ما طلعنا عليه هو شخصيا، لأن هو ورقة لا يحل ولا يربط، إحنا مجرد طلعنا على الأحزاب، ما نريد تدخلات الأحزاب، نريد ناس وطنيين مدنيين ما لهم أي جهة حزبية. هذا الغاية اللي عندنا طلعنا الأجلة، احنا دمرنا، احنا شباب يعني احنا خاصة هذا جيل التسعينات يعني دمار الله شاهد، يعني الشاب حصل عليه 1000 دينار قسما بالله العلي العظيم، اطلع وشوفوا يعني اطلع على المحلات على المقاهي العفو، ها الشاب حصل عليه 1000 دينار ما يقدر زواج لحد الآن، عمره 30 سنة شاب عمره 30 سنة ما يقدر يتزوج، يقول لك انا اتزوج ادمر حياتي، يعني مين اصرف مين اجيب، وهاي الاحزاب احنا منتظرين يبقون بينا. نشكر قناتكم المتفضله، بالبدايه احنا طالعين تظاهرات على مود نغير الاحزاب، نغير اي شيء، نغير البرلمان كله، نغير النظام اللي بالعراق كله، فاحنا هاي الفكره رافضينها بالبدايه. بالبدايه رفضناها لان اذا صارت على البرلمان خبوه البرلمان من يمه ومن يمه يرشحه ويخلي رئيس وزراء، احنا ليش طلعنا؟ فاحنا نريد نظام جمهوري، المطالب مال المتظاهرين هسه من تروح على كلمه تساله يقول لك اريد نظام جمهوري رئاسي، ما اريد لا رئيس وزراء ولا غير رئيس وزراء، احنا اصلا الفكره مالت البرلمان راضينها، احنا نريد رئيس جمهوريه ينتخبه من قبل الشعب ويصوت من قبل الشعب واللي يخليه هو الشعب. نرد عليه انه سبب دمار العراق هو حزب الدعوه، اولا نور المالكي دورتين خلى العالم بخراب، سقطت المحافظات، اموال العراق انهبت، على اساس الشعب راح يقتنع بترشيحه، وثانيا الشعب ما يقتنع لا بي ولا باي جهه ولا باي سلطه ولا باي تيار ولا باي حزب، الشعب ان شاء الله هو يعني يختار من قلب الشعب، يختار الانسان الوطني اللي يحمل جنسيه واحده، اللي عنده انتماء للوطن وحب للوطن، اللي عاش معاناه الوطن، اللي عاش الامه، من هنا
ينطلق ان شاء الله ترشيحنا. زين كيف انه الشعب طلع عليهم وهم يحطون واحد من عندهم؟ فهذا الشيء مرفوض، لازم الشعب كافي خليه يختار هو مصيره، خليه يختار واحد يكون هو مسؤول عنه. يعني يوم اللي نقول لك هذا الرئيس اللي يعني رئيس الوزراء مو زين، يقول لك انت اختاريته، انت الشعب، كافي انه يفرضون ارادتهم علينا. خلوا المتظاهرين وخلوا الشعب وخلوا الشارع يختار هو اللي يشوفه كفو ان يحمل مسؤوليه اداره العراق. كافي فساد لحد هنا وما عليهم بعد، انطوها لغيرهم.